مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. مواجهتنا الاولى النهارده هنتكلم فيها عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادره حياه كريمه، واللي هيستفيد منه اكثر من 55 مليون مواطن ومواطنه في القرى وتوابعها على مستوى الجمهوريه. عايزين نعرف ازاي كل الجهات المعنيه وخصوصا دواوين المحافظات بدات في ترجمه التوجيهات الرئاسيه بشان المرحله الاولى اللي بتضم 1500 قريه في 51 مركز اداري في 20 محافظه، وايه خريطه هذه القرى في المحافظات، ويا ترى ايه اهم معايير الاختيار؟ وكمان عايزين نتكلم عن الخدمات اللي هيتم تقديمها لهؤلاء المواطنين واهم المرافق اللي هتخضع للتطوير وللتحسين. كمان هنتكلم عن حصاد مبادره حياه كريمه خلال الفتره اللي فاتت. ضيوفي هنا هيكونوا اللي هو هشام امنه محافظ البحيره والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. اما المواجهه الثانيه فهتكون قراءه في اهم الملفات المحليه والقضايا العربيه والاقليميه مع ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم انديل، لكن الاول نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث النهارده. هنبدا اخبارنا بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركه جريفلز الاسبانيه ذات الخبره العريقه في هذا المجال. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الرئيس السيسي وجه باهميه امتلاك القدره باعلى المستويات العلميه والتكنولوجيه في هذه الصناعه الدقيقه والحيويه وبالمشاركه مع الخبره الاجنبيه. الرئيس كمان وجه باستمرار المتابعة والدراسة المتعمقة من المتخصصين لتطورات جائحة كورونا في مصر وتداعياتها حاليا ومستقبلا. لسه مع نشاط الرئيس، النهارده الرئيس السيسي استقبل موسى فكيه رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي بحضور سامح شكري وزير الخارجيه. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤيه الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الافريقيه في ضوء الاستعدادات الجاريه لعقد القمه الافريقيه السنويه المقبله. وشدد الرئيس السيسي على ان مصر لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم اشقاء الأفارقه، وستظل دائما يدها ممدوده للتعاون والبناء والتنميه من اجل جميع الدول الافريقيه لتقوى بالاراده الحره لشعوبها وبامنها واستقرارها. معانا على التليفون السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. سيد سفير اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. قلنا شايف ازاي اهميه زياره السيد موسى فقيه رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي لمصر في التوقيت ده وحرصه على لقاء الرئيس السيسي يا سيد سفير؟ يعني شوفي، اهميه الزياره بتقاس باهميه الضيف. موسى فقيه ورئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي. مفوضيه الاتحاد الافريقي هي بمثابه الجهاز التنفيذي للاتحاد الافريقي وبمثابه مجلس وزراء الاتحاد الافريقي، وبالتالي فان السيد موسى فقيه بيمثل رئيس وزراء الاتحاد الافريقي. هو كما تفضلت وذكرت هو اتى للتشاور مع السيد الرئيس حول الاستعداد للقمه الافريقيه السنويه المقبله. وهو ايضا التقى بالسيد الوزير سامح شكري وبحثوا الاعداد للقمه، وبحثوا ايضا القضايا المحوريه في القاره والتطورات الجاريه فيها خاصه القرن الافريقي والصومال اللي هي منطقه ظلت في حاله عدم استقرار منذ فتره طويله، والوضع في ليبيا، وطبعا الموضوع الأهم بالنسبة لمصر بل الأهم أيضا بالنسبة لأفريقيا اللي هو سد النهضة، لأن إذا لم يحل هذا الموضوع سيعني القارة كلها ستشهد حالة من عدم الاستقرار، وأيضا البرامج المطروحة سابقا ومعظمها طرح أثناء رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، منها مبادرة اسكات الفنادق واعاده تنميه المناطق التي يعني تضررت بسبب الحروب، والسيد وزير الخارجيه قدم التهنئه
بمناسبة بدء تفعيل المنطقة التجارية القارية في أفريقيا، وأيضا يعني السيد الرئيس والسيد الوزير ركزوا على البنية التحتية اللي من خلالها بيتم التعاون، بيتم وبتتم التنمية في القارة. طب سيادة السفير، بتتوقف أمام إيه يعني فيما يخص تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم أشقائها الأفارقه، وأن هي هتفضل دايما إيدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية؟ يعني لما بتتابع هذا الكلام قولي يعني بتستقبله إزاي؟ شوفي، أولا بستقبله بتفاؤل وبستقبله بأن ده امتداد لميراث طويل وتراث قديم لمصر أفريقيا. مصر كانت رأس الحربة في تحرير أفريقيا من الاستعمار. مصر كانت دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي. مصر ساندت الدول الأفريقية في بناء اقتصادياتها أثناء الفترة التي أعقبت تماما الاستعمار. يعني مصر لها ميراث. أن السيد الرئيس النهاردة لما بيعيد تأكيد هذا، ده نتيجة لفترة من أو فجوة في العلاقات المصرية الأفريقية، شهدت يعني تباعد مصري عن أفريقيا في 10 سنين. رئيس مصر لا يحضر القمم الأفريقية، فرجت أثر. فأعتقد أن السيد الرئيس يؤكد على أن التراث المصري والدعم المصري في أفريقيا موجود ومستمر في الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير محمد الشاذلي، شكرا لحضرتك يا فندم. هننتقل إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج اللي أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الإطلاق الرسمي لها اليوم، بهدف خلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة اللي بتنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وإنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعوا عنه ويشاركوا في خطة البناء والتنمية. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. سيادة الوزيرة أهلا بحضرتك. مساء النور. أهلا وسهلا أستاذة ريهام. أهلا بيكي وبالتوفيق. يعني دايما في مبادرات الحقيقة وكلها مبادرات يعني نشيطة وفيها دمج للمصريين يا سيادة سفيرة الموجودين في الخارج، إن هم مشاركين، هم مش مجرد مصريين بيحملوا الجنسية، لا هم بيشاركوا كمان جوه بلدهم. كلمينا عن أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج واختيار توقيتها كمان يعني دلوقتي. خليني أبدأ بتأكيد القيادة السياسية لأهمية الشباب ولاعتبارهم كلمة السر في الحصول على الاستقرار والسلام في العالم. والحقيقة مؤتمرات الشباب اللي نظمها شباب البرنامج الرئاسي كانت أقوى دليل بالمشاركة رفيعة المستوى على رأسها القيادة السياسية، إنه شباب بيروا إنه السيد الرئيس بيتحاور معاهم وبيناقشهم، بيستمع أيضا إلى أفكارهم. من اتجاه الدولة ده ابتدت وزارة الهجرة إنها تشتغل على ملف الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج. نظمت لهم أكثر من 24 برنامج لتعرفهم بمفهوم الأمن القومي المصري وبتحديات الدولة المصرية. ولكن عند أزمة العلاقين زي ما حضرتك عارفة، الدولة اشتغلت على كل شرائح المصريين في الخارج من اللي رجعوا مرة أخرى إلى الدولة، وكانت أهم شريحة هي شريحة الطلاب اللي بيدرسوا في الخارج اللي جامعاتهم أغلقت أبوابها وأيضا مدنهم الجامعية. طالما هذه الشريحة موجودة على أرض الدولة، لابد إحنا كوزارة للهجرة إن إحنا نستفيد من تواجدهم على أرض مصر. وبالتأكيد عملنا برنامج الحقيقة ثري جدا، مليء بمقابلات مع وزراء، مع مسؤولين، مع فضيلة الإمام الأكبر، مع قداسة البابا توادروس، زيارات لحي الأسمرات، لروضة السيدة. كل ده كنا بنعد هؤلاء الشباب للي حصل النهاردة، وهو إطلاق مركز الحوار مع شباب الدارسين في الخارج. هذا المركز هو منصة رقمية أطلقتها النهاردة وزارة الهجرة،
وحرصت وزارة الهجرة أنه اللي يقدم هذه الاستراتيجية شباب الدارسين نفسهم اللي اشتغلوا معانا على إطلاقها. والحقيقة كان هذا التفاعل مهم جدا، لأن احنا محتاجين هذه القوة الناعمة من شبابنا اللي بيدرسوا في الخارج في المرحلة المقبلة للتعريف بكل ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات، من مشروعات، من تطور، من مصر الجديدة اللي دايما سيادة الرئيس بيأكد عليها إن هناك تطور وعجلة التنمية التي لا تتوقف. النهاردة المركز أعلناه وأبلغنا شباب الدارسين كلهم في الخارج بضرورة التسجيل، لأنه أيضا حيبقى لدى المركز قاعدة بيانات لشباب الدارسين في الخارج نقدر نشتغل معهم. حرصنا النهاردة الحقيقة أن يكون من ضمن أو من أهم المشاركين بجانب شباب الدارسين، احنا كان معانا يمكن أكثر من 50 دارس ودارسة في الخارج، إنما أيضا كان معانا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بالتأكيد أنه شباب الدارسين لما يشوفوا أيضا تمكين الشباب سياسيا على أرض الواقع وأن هم يقدروا يتعاونوا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ده بعد آخر لابد أن احنا نستفيد منه. أكيد. الحقيقة اللي حصل النهاردة ما بين شباب الدارسين ما بين التنسيقية، إزاي أن هم بيشوفوا شباب في سنهم أو أكبر منهم بحاجة بسيطة قدروا أن هو يوصلوا يكونوا برلمانيين، يوصلوا نواب محافظين، يوصلوا معاونين لوزراء في الحكومة المصرية، رسالة أخرى قوية النهاردة هتفتح المجال لمزيد من التعاون داخل هذا المركز. طب إلى أي مدى سيادة الوزيرة هذه الاستراتيجية قادرة على تكوين أول لوبي للشباب المصريين في الخارج يقدر أنه يدافع عن القضايا الخاصة ببلده؟ أشكرك على كلمة لوبي، لأنه المركز الحقيقة بيعكس هذا الاتجاه. إن إحنا النهاردة أسسنا أول لوبي لشباب مصري في الخارج، بالتأكيد إنه وجود هؤلاء الشباب في جامعاتهم، وده ما لمسته أثناء كل برنامج الزيارات والمقابلات اللي حضرتها معاهم، إزاي إنه هم داخل هذه الجامعات بيبقى عندهم من الطلبة الآخرين من جنسيات أخرى بيكلموا في موضوعات كثيرة جدا، إنما منها بالتأكيد الموضوعات السياسية. والحقيقة الشباب دول كانوا بيحتاجوا المادة الإعلامية أو المادة اللي تخليهم يقدروا يردوا على الشباب التانيين. هذه القوى الناعمة من شبابنا اللي اتعلموا هنا في مصر مرحلتهم، يعني كل مراحل التعليم حتى وصلوا للثانوية ومنها للتعلم في الخارج، بالتأكيد دول قوة مهمة جدا لابد من الاستفادة منهم. والمهم جدا كمان ان هما مش بس يروجوا للدولة المصرية، ولكن ايضا يكذبوا كل الاخبار المغالطة والاخبار السلبية اللي بتتقال على دولتهم خارج الوطن. الولايات دلوقتي بقوا عندهم نوع من انواع الحصانة، بمعنى الحصانة الفكرية والحصانة المعلوماتية اللي تمكنه انه اي حد هيقول له حاجه على بلده هيقدر يرد بماده فعلا اتحطت في ايديه. فبالتاكيد هذا اللوبي لوبي مهم جدا طبعاً. واحنا عندنا لوبي من العقول العلماء والخبراء زي ما حضرتك عارفه اللي جم وشاركوا في عجله التنميه من خلال مؤتمرات مصر تستطيع، انما احنا بنتكلم عن شريحه النهارده مهمه جدا انه شباب مصر في الخارج اللي بيدرس في الخارج ازاي يقدر ان هو يكون هذا اللوبي بمساعده الدوله وايضا بمساعده البرلمان. سياده الوزيره، يعني مؤتمرات شباب حياتك اتكلمتي عنها دلوقتي اكتر من مؤتمر طبعا ومنتدى للشباب، مبادرات خاصه بالشباب من خلال وزاره حضرتك طبعا كتير ايضا، والاهتمام بوجود هذا اللوبي الان، الى اي مدى كل ده بيدل على ان القياده السياسيه والدوله المصريه بتؤمن بان الشباب هم فعلا كلمه السر اذا كنا عايزين اي نوع من انواع التنميه او الاستقرار علينا بالشباب؟ كنت دايما بقول للشباب في كل البرامج الحقيقة اللي احنا نظمناها وحتى مع برنامج شباب الدارسين، يعني بتكلم عن البرامج اللي تم تنظيمها لأبناء الجيل الثاني والثالث وأيضا لشباب الدارسين، بنقول لهم ان احنا كنا نتمنى ان احنا لما نكون او لو كنا في عمركم وشاهدنا هذه المرحلة ان احنا نشوف رئيس الجمهورية واقف قدامنا بيكلمنا وبيحاورنا وبيستمع إلينا و بيعضدنا في كل الأفكار والمبادرات، أكيد كنا يعني نقتنس هذه الفرصة ونقدر ندي أكتر. كان كبرنا يمكن أستاذة ريهام في سنهم
ان احنا نشوف رئيس الجمهورية على التلفزيون. صح. احنا دلوقتي في صح. هذا العهد احنا بقينا نشوف الرئيس بيكلم الشباب ونناقشه ونقول له رأي ممكن يكون مختلف عنه ويرد علينا. مظبوط. والحقيقة شاهدنا في مؤتمرات الشباب أيضا من الشباب اللي بيقف أمام سيادة الرئيس ويقول له يعني من فضلك أنا عايز أوريك في قريتي في كذا أو في المحافظة، والرئيس بيروح معاهم. ده ما كناش بنشوفه. صح. فمش بس بنشوف هذه المناقشات وهذا أو هذه المنصة المفتوحة المباشرة بدون أي حاجز ما بين القيادة السياسية وما بين الشباب، إنما أيضا بنشوف تمكين الشباب سياسيا، وده اللي احنا بنقوله. ازاي بنشوف شباب في البرلمان المصري؟ ازاي بنشوف نواب محافظين؟ ازاي بنشوف البرنامج الشباب البرنامج الرئاسي اللي بياخد مسؤولية تنظيم هذه المؤتمرات الشبابية؟ ازاي بنشوف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتعد القيادات للمستقبل؟ بالتأكيد انه لما بنشوف هذا العهد بهذا الاهتمام بهذا الملف الهام جدا، ده بيدي مسافة ومساحة لهؤلاء الشباب ان هم يبدعوا اكتر ويحسوا ان دولتهم فعلا بتفتح ذراعيها سواء لشباب الداخل او لشباب الخارج. سبل التواصل ايه والتنسيق ما بين هذا الكيان والوزارة كمان ممثلة للحكومة وللدولة سيادة الوزير؟ زي ما قلت لحضرتك المركز ده بيبتدي يشتغل من اول النهاردة، هو موقع الكتروني موجود فيه العديد من طبعا لابد عضوية، فلازم الشاب يسجل بياناته في الخارج، يدرس فين، تاريخ ميلاده، صورة جواز سفره، لازم اشتراك في الأول. اشتراك مش قصدي ان هو يدفع حاجة، ولكن اشتراك ببياناته. وبعدين بعد كده بيدخل على كل البرامج اللي موجودة على هذا المركز، بمعنى ان هيكون في أنشطة داخل هذا المركز، هيبقى في حوارات مع شخصيات عامة، مع وزراء في الحكومة المصرية، مع زي ما ذكرت لحضرتك أعضاء في البرلمان من سنهم يبتدوا أن هم يتحاوروا معاهم ويدوهم المادة لتمكنهم من الرد. أيضا حيكون في التدريب والتوظيف، زي ما حضرتك عارفة لما عملنا هذا البرنامج أخذنا متدربين أو عملنا لهم internships تدريب، فترة تدريب في وزارة التخطيط، في وزارة الهجرة، الشباب والرياضة، الهيئة العامة للاستثمار، حتى انه مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء اخذ من هؤلاء الشباب للتدريب. وبالتأكيد النهاردة اعلن الدكتورة رشا راغب انها مستعدة انها تاخد 15 من الشباب الدارسين في الخارج ضمن التدريب في الهيكل الاداري للأكاديمية. أنشطة كثيرة جدا المركز بيقدمها لشباب الدارسين، فعاليات كثيرة. اوريدي كان في تواصل مع كل اتحاد الطلبة في الجامعات في الخارج، لأن زي ما قلت لحضرتك سفراء وجنود للدولة المصرية داخل هذه الجامعات احنا محتاجينها، وبيكون المركز ده البوتقة اللي بينضم إليها كل هذه أو كل هذه الشريحة من الدارسين والدارسات في الخارج اللي يقدروا انه يعرفوا ايه اللي بيحصل في مصر. الشباب احنا مش بنقول لهم ارجعوا، بالعكس اللي عايز يكمل في الخارج يكمل في الخارج، هو اضافه للدوله، ولكن اللي عايز يرجع يتاكد ان الدوله المصريه بتطورها ده هي جاهزه لكل التخصصات اللي هم درسوها في الخارج. فرصه وحدك معانا يا سياده الوزيره نسالك عن انجازات مبادرتي احياء الجذور وتكلم عربي، ايه اللي تم انجازه فيهم وتحقق لحد دلوقتي؟ هبتدي بمبادره اتكلم عربي، ودي مبادره اطلقتها وزاره الهجره برعايه كريمه من السيد رئيس الجمهوريه، وهي مبادره بتتكلم عن الهويه المصريه وازاي ان احنا نثبت هذه الهويه من خلال التاكيد على ضروره التحدث باللغه العربيه او بالعربيه العاميه عشان نقرب ولادنا من الدوله ومن مجتمعنا. عملنا لغايه امبارح 11 معسكر عبر تقنيه زوم لابناء المصريين في الخارج تحت اسم اتكلم عربي، بنتكلم فيها على كل حاجه مع الولاد، عن الشان الداخلي،
امبارح كنا بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطة، قبل كده كنا بنتكلم عن تضحيات رجال الجيش، بنتكلم عن التعايش السلمي، بنتكلم عن قبول الآخر، بنتكلم عن الشخصية المصرية تحت مبادرة اتكلم عربي. إنما بالتأكيد وزارة الهجرة بتعد لبرامج الحقيقة مش بس للأطفال الصغيرين في الخارج، ولكن أيضا للشباب عن هذه المبادرة اللي بنطلق فيها كل ما يتعلق بالشخصية المصرية. لغتنا العربية لغة ثرية جدا، وإحنا مع انفتاحهم على ثقافات ولغات أجنبية، ولكن ما ينساش لغة بلده وما ينساش هويته. أكيد مبادرة العودة إلى الجذور، مبادرة زي ما حضرتك عارفة أيضا برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وأيضا الرئيس اليوناني والرئيس القبرصي. طبعا احنا عملنا الكثير من الاجتماعات عبر تقنية زوم نظرا طبعا لجائحة كورونا. بنستعد مع الوزير اليوناني وأيضا الوزير القبرصي فور انتهاء هذه الجائحة بتنظيم رحلة شبابية من شباب الجيل الثاني من المصريين والقبارصة واليونانيين من الجذور المصرية، عشان يتعرفوا من خلال الرحلة لـ3 دول على القواسم المشتركة، التاريخ المشترك، وأيضا الثقافات المشتركة. سيادة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا أنك كنت موجودة معنا النهاردة، شرفتينا في المواجهة، ودايما يعني بنستفيد من الكلام مع حضرتك، شكرا جزيلا ليكي. هنشوف كمان جزء بقى من تصريحات عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حول الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين في الخارج، خلينا نتابع ونشوف مع حضراتكم. سعيد جدا بالمؤتمر اللي اطلقته وزاره الهجره بجلب عدد من الطلبه المصريين اللي بيدرسوا في الخارج، وبعتقد ان دي من اهم المبادرات اللي تمت على مدار الفتره الماضيه في بناء قنوات من التواصل والتعاون ما بين شباب المصريين في الخارج، ووجود النهارده عدد من نواب التنسيقيه اللي بيمثلوا مجلسي النواب والشيوخ، اعتقد وجودهم كان في غايه الاهميه في القدرة على بناء جسور التواصل والعلاقة بهؤلاء الشباب اللي بيمثلوا قوة ناعمة للدولة المصرية. حقيقة أن اسم الاستراتيجية له دلالات مهمة، بتبدأ من كلمة الاستراتيجية المتكاملة. التكامل هنا له أكتر من بعد وأكتر من شق، منهم الشق الجغرافي. النهاردة قابلنا شباب كتير جدا من المصريين الدارسين في كل بقاع العالم، ما كانش فيه نوع من أنواع التفضيل لمكان معين. قابلنا ناس في جامعات أوروبا وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ناس من الدول العربية. الأمر الآخر وده الأكثر أهمية، إن هي الاستراتيجية بتتحدث عن تواصل فعال. في السنين اللي فاتت ديت كنا بنحاول إن احنا نصيغ سياسة بمفهوم جديد، ونقلنا لهم هذا التصور إن احنا من خلال شباب يعني لديه ايديولوجيات مختلفة من اليسار لليمين، قدروا ان هم يجلسوا على ترابيزة مفاوضات واحدة ويتوافقوا حوالين بعض الأفكار. قدرنا احنا نقول لهم حالة التنوع الايديولوجي والسياسي في مصر. انا شايفة انه المبادرة دي هتصنع سفرة قوة ناعمة، عبارة عن سفرة غير دبلوماسيين بعيدا عن التعقيدات، يقدروا يمروا بسلاسة الى المجتمعات الاجنبية عشان يعرفوا بجد الدولة المصرية بقت عاملة ازاي دلوقتي، ويعرفوا بينا بجد، وان احنا قد ايه مهتمين بولادنا وقد ايه مهتمين بنهضتنا. هنروح لمجلس الوزراء النهارده. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري والاجراءات المتخذه من جانب الدوله المصريه لمواجهه تداعيات ازمه فيروس كورونا، واللي اكد نجاح السلطات المصريه في التعامل مع تداعيات الازمه وما نتج عنها من تداعيات سلبيه على صعيد النشاط الاقتصادي، من خلال وضع اطار عام للتعامل مع الاوضاع دي غير المسبوقه من حيث التاثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع. إحنا معانا على التليفون الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ مشادي. أهلا بيك. كلمنا يا دكتور عن أهمية إشادة صندوق النقد الدولي بتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا في الجانب الاقتصادي. طيب يا فندم، هو أولا بس أهمية صندوق النقد الدولي نفسه، إن هو زي ما يكون حضرتك كده بيدي شهادة الإدارة وبيدي شهادة للاقتصاد كله إنه في وضع صحيح. بناءً عليه بيبدأ المستثمرين ومؤسسات التصنيف الإجمالي وموظفين الدولة الاقتصادية
تبدا تنظر نظره مغايره للاقتصاد اللي بيقيمه صندوق النقد الدولي على انه اقتصاد بيتجه اتجاهات ايجابيه او بيتعامل تعاملات ايجابيه بنظره مختلفه، وبناء عليه يبدا يحصل توقعات استثمار اجنبي مباشر او غير مباشر بناء على التقييم ده. لان صندوق النقد الدولي لما بيطلع تقاريره او بيطلع التقارير المتابعه الدوريه يعني فوق البرامج اللي بيعملها مع الحكومات بيكون عنده بعثات بتبقى موجوده جوه الدوله بتبص على المؤشرات الاقتصاديه كلها وبتبص على كل الاوضاع الماليه وكل الاوضاع النقديه وبناء عليه بيعمل التقييم. يعني التقييم مش جاي من مجرد ان هو شايف من الخارج، لا ده بيبقى عنده دراسه بتيجي تقيم الاوضاع كلها بتراجع المؤشرات كلها وبناء عليه بيصدر التقييم. انا عايز اقول لحضرتك بقى ان التقييم دوت جاي اصلا في اطار ان الحكومه في تعاملها مع الجائحه كان تعامل غايه في الروعه، يعني غايه في الجهاز. عارف حضرتك في حكومات وحكومات دول متقدمه اثرت ان هي تقفل الاقتصاد اغلاق تام، وده ادى الى حدوث انتعاش اقتصادي ضخم جدا. الحكومه عندنا قررت ان هي تاخد الخط الصعب، لا تقفل الاقتصاد ولا تطلق في نفس الوقت الاعمال على اعمالها، يعني فيحصل عندنا تفشي وبائي او يحصل عندنا ان احنا يعني يحصل عندنا انكماش اقتصادي ضخم جدا، فالناس تبدا تفقد وظائفها ويبدا يحصل يا اما يحصل عندنا وفيات عدد كبير جدا من الوفيات او الناس تبدا تموت من الجوع. فالحكومه مشيت في خط متوازن جدا علشان توازن ما بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي، وده بقى كمان بان في نتائج الموازنه العامه للدوله في العام 19-20 اللي انتهى فيه 7 اللي فات. الحكومه حققت مستهدفاتها كلها، حققت عجز اولي صحيح اقل من قصدي فايض اولي اقل من الفايض الاولي بتاع السنه اللي فاتت، لكن ابقت على الفايض الاولي بظل الجائحه، قللت العجز الكلي باكثر من المره اللي فاتت رغم ان هي افترضت ورغم ان هي الضغوط عليها كانت عاليه جدا، سواء علشان تعوض النقص في العمله الصعبه اللي نتج عن انسحاب ضخم جدا للاستثمارات الاجنبيه غير مباشره نتيجه الذعر اللي حصل مع بدايه الجائحه، وده مع الوقت ومع التعامل الفطن والكياسه اللي حصلت الحكومه في تعاملها بيها، يعني بدا المستثمرين بتوع الاستثمارات الاجنبيه غير مباشره اللي هم اللي بيستثمروا في ادوات الدين وفي الاسهم في البورصه بداوا يرجعوا تاني. خسرنا حوالي 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبيه غير المباشره في اول شهرين ثلاثه، رجع لنا منهم حوالي 8-9 مليار في بعدها بشهرين ثلاثه، وما زالت الاستثمارات بترجع لغايه دلوقتي. عاوز اقول لحضرتك ان عدد كبير جدا من مؤسسات الاقتصاد الدوليه بيقول ان الاقتصاد المصري هو واحد من افضل الاقتصادات ان لم يكن الافضل دلوقتي للاقتصادات الناميه للاستثمارات سواء في ادوات الدين او في البورصه المصريه اللي في عدد كبير جدا من اسهمها مقوم حاليا باقل من قيمته الحقيقيه برقم كبير جدا نتيجه الضغوط اللي عملتها الجائحه. الاقتصاد المصري حاليا في وضع كويس جدا، الصندوق يعني مجرد ان هو عبر عن الوضع دوت، الصندوق بيقول ان احنا عندنا يعني اساس قوي جدا للنمو في السنه اللي جايه والسنه اللي بعديها. السنه اللي جايه الصندوق عدل توقعاته بنمو 5.6%، وده معناه ان احنا ان شاء الله في طريق صحيح. طيب دكتور محمد، صندوق النقد قال كمان ان مصر ضمن قائمه محدوده جدا من الدول اللي قدرت تحقق معدلات نمو ايجابيه على الرغم من حاله الركود الاقتصادي اللي ترتبت على الجائحه. توابع هذه الشهاده بتكون ايه على المستثمر الاجنبي؟ انا عاوز اقول لحضرتك بس يعني ايه نمو؟ نمو ده يعني الاقتصاد كله اضاف اكتر من يعني اضاف لنفسه اكتر من السنه اللي فاتت. فلو قلنا مثلا السلع والخدمات اللي بينتجها الاقتصاد المصري في سنه 2019 كانت 1000 جنيه، جينا في 2020 اضفنا 100 جنيه، يعني احنا كده نمينا 10%. الاقتصاد المصري نما بمعدل اقل من السنه اللي فاتت بس نما. عاوز اقول لحضرتك مثلا ان الاقتصاد زي الاقتصاد الفرنسي النهارده بس المعهد الاحصاء الفرنسي طلع احصائيه بيقول ان الاقتصاد الفرنسي انكمش ب 8.1%، وده رقم تقريبا عشر الاقتصاد خسره الاقتصاد الفرنسي في سنه واحده. الاقتصاد الامريكي انكمش ب 3.5%، اكبر معدل انكماش من ستينيات القرن اللي فات. الاقتصاد المصري رغم الجائحه ورغم الضغوط اللي هو فيها ورغم الاصطدمه اللي اخذها اللي انه توقعها وقف على رجله بسبب برنامج الاصلاح، وده بقى الاجابه على سؤال حضرتك. يقول المستثمر الاجنبي ان برنامج الاصلاح اللي حصل الثلاث سنين اللي فاتوا انتج واثمر في تعديل هيكل بتاعت الاقتصاد المصري، خلى الاقتصاد المصري يقدر يتلقى صدمات ايا كان نوعها. وظن حضرتك ان احنا ما زال عندنا يعني عندنا غياب واضح للرؤيه
الرؤيه الاقتصاديه بسبب ان الوباء بيتطور، احنا مش عارفين الجائحه هتخف امتى، وده بيخلي المستثمر عاوز بيئه امنه للاستثمار، عاوز مكان يقدر يستثمر فيه، يقدر المكان دوت يتلقى صدمات من النوع اللي تلقاها الاقتصاد المصري في السنه اللي فاتت، وهو يعني 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 يقدر يستوعبها، عاوز يحط فلوسه في مكان امن، حتى لو حصلت خساره ما تبقاش خساره كبيره، حتى لو حصلت ردت الاوضاع عارف وامن ان هو هيسترده علشان هيسمح بكده. طب دكتور محمد، من كمان النقاط المهمه اشاده الصندوق باستراتيجيه مصر لتحويل المركبات للعمل بالغاز، كلمنا برضو عن الى اي مدى ده بيؤكد نجاح هذه المبادره القوميه. بص يا فندم، هو احنا ليه دلوقتي احنا بنتحول للغاز؟ احنا زي ما حضرتك عارفه ان احنا عندنا فايض كبير جدا من الغاز، احنا بدانا نصدر، احنا اكتفينا حاجتنا المحليه وبدانا نصدر، في نفس الوقت اللي احنا بنستورد فيه اصلا الجزء الاساسي من وارداتنا من الخارج هو منتجات بتروليه ومشتقات بتروليه، يعني بنزين وسولر ونفتا اللي هي وقود الطائرات وغيره، ومنتجات غذائيه او سلع غذائيه. يعني الجزء بتاع المشتقات البتروليه ده الدوله عاوزه تستعيد عنه بغاز، الغاز اللي هو فايض عندها، بدل ما تدفع عمله صعبه تخرج عمله صعبه من الاقتصاد المصري، لا في تستخدم الموارد المحليه بتاعتها في تحويله للوقود بتاع الطيارات. علشان كده في حاجتين، اولا ده هيخفض الضغط على العملات على الحروب العملات الاجنبيه، ده هيحسن سعر الصرف وهيحسن اسعار وهيحسن مستويات التضخم، لان زي ما حضرتك عارفه ان احنا وارداتنا معظمها من السلع الغذائيه، وده بيخلي اي ارتفاع في سعر صرف الجنيه ياثر على مستويات التضخم. ده معناه ان المبادره دي اصلا بتهدف في الاخر كلها لتحسين سعر الصرف، رغم ان يعني قد يبدو ان هي منبثة الصلة عن برنامج لاصلاح الاقتصاد، الا ان هي بتصب اصلا في الاخر في خدمه البرنامج. علشان كده برنامج صندوق النقد مهم جدا بالمبادره، لان هي هتكثف الاعباء على الاحتياطي النقدي بتاع البلد، هتكثف الاعباء بتاعه ميزان اللي هو الميزان التجاري اللي هو التجاره في السلع البتروليه يعني، وده هيخلي يحصل استقرار اكتر في سواء سعر الصرف او في مستوى التضخم. مش بس كده حضرتك، احنا عندنا كمان برنامج ثاني في نفس الوقت بيحصل التحول للمركبات اللي بتسير بالطاقه الكهربائيه، وده اكثر توفيرا واكثر كمان يعني انتاجا في المستقبل من التحول للطاقه. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد شادي على هذه المعلومات، شكرا ليك. ونروح لرد بقى مجلس الوزراء على صناع الاكاذيب والشائعات. النهارده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى شائعتين تم تناولهم على وسائل السوشيال ميديا، الاولى بتتعلق بتداول فيديو بيزعم تحويل مركز شباب نجع العرب بمحافظه سوهاج الى حظيره مواشي. المركز الاعلامي تواصل مع وزاره الشباب والرياضه واللي نفت ده، ومؤكدة أنه لا صحة لتحويل أي من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشي، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيا، وأنه لا يوجد أي مركز شباب في سوهاج بيحمل اسم نجع العرب من الأساس. الشائعة الثانية بقى اللي نفاها المركز الإعلامي بمجلس الوزراء كانت ادعاء أشخاص انتسبهم لوزارة التضامن والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي تم نفي ذلك، وأنه لا صحة لتوجيه الوزارة لأشخاص للتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، موضحة أن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً. نروح لمبادرة حياة كريمة. النهاردة قامت المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بجولة تفقدية لقرى مركز الوقف التابع لمحافظة إنا، وده لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة للقرى التابعة له، وهي المرشدة والقلمينة وجزيرة الحمودي.
ما زلنا مع المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونستعرض مع حضراتكم أهم النقاط والملامح العامة للمشروع. خلينا نشوف مع بعض أهم النقاط إيه. عندنا اهتمام رئاسي كبير بالمشروع القومي لتطوير القرى لتوفير كافة الخدمات لأهل الريف. طبعا في اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مشروع تطوير القرى بالريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، واللي بيستهدف تطوير جميع قرى مصر من أجل حياة أفضل لأهلنا في الريف اللي اتنسوا على مدار العقود اللي فاتت. في كمان متابعة رئاسية مستمرة للمشروع لإحداث نقلة نوعية للقرى خلال 3 سنوات. مش بس اهتمام رئاسي، دي متابعة رئاسية للمخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية. الرئيس السيسي قال في هذا الإطار: نحن جادين في أن ننهي هذا الأمر تماما من مصر، فكرة أن هناك ريف يعاني أهله، وسترون إن شاء الله هذا الأمر، وإحنا بنحتفل بكل مرحلة وإحنا بنخلصها. كمان عندنا توجيهات رئاسية بالتواصل المباشر مع أهالي القرى لمعرفة آرائهم نحو تطوير مناطقهم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من المقيمين بقرى المرحلة الأولى للمشروع، واللي بتضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وده بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم كمان تجاه تطوير مناطقهم، وده الأمر اللي هيوحد جهود أجهزة الدولة ويخليها أكثر فعالية وتركيز كمان. العمل بالمشروع تحت مظلة اللجنة العليا بمجلس الوزراء لضمان تنفيذه بأفضل صورة. الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل، المطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع القومي على قدم وساق في سباق مع الزمن، وبدأت فعلا خلايا نحل تعمل بالمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة. تكلفة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بتتجاوز 515 مليار جنيه. تكلفة المشروع الضخمة دفعت البعض لإطلاق لقب مشروع القرن على المبادرة دي وأهميتها وما تحمله من تغيير حقيقي على أرض الواقع للمواطنين في الريف المصري. بيستهدف بقى المشروع تنفيذ وتطوير 4500 قرية وتوابعها بمعدل يتراوح من 30,000 ل 35,000 تابع. جميع قرى مصر وتوابعها هتحظى باهتمام كبير من هذه المبادرة الرئاسية اللي لم تنسى أحد من أهلنا في الريف المصري، وده اللي بتؤكده هذه الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل. طيب في كمان 55 مليون من أهالي الريف بيستفيدوا من مشروع تطوير القرى. الدولة بتستهدف من المبادرة دي تغيير الواقع الموجود اللي بيعيشه 55 مليون إنسان، وتوفير حياة أدمية وكريمة ليهم خلال السنوات اللي جاية بعد معاناة من الإهمال والتهميش خلال عقود ماضية. اختيار القرى بيتم بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بمعايير أولوية التنمية. وزارة التنمية المحلية أكدت أن اختيار القرى في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى بيكون على أساس مجموعة من المعايير اللي تم وضعها من أو بالتوافق مع لجان التخطيط المحلي، واللي من بينها تتجاوز نسبة الفقر 52%، والجزء المتعلق بالكثافة السكانية ونسبة الريف بالنسبة للمركز كمان، بالإضافة لنسبة الأسر المحرومة من الصرف الصحي وشبكات المياه العامة ونسب الأسر اللي بيعولها إناث. التطوير بيشمل كل الجوانب الخدمية والمعيشية لتغيير الواقع بشكل شامل. ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات بتتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية اللي هيتم تنفيذها على التوازي، وهي مشروعات الصرف الصحي، مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، وتوفير خدمات الإنارة العامة. وهيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت، ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع بدون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى زي ما كان بيحصل قبل كده. المرحلة الأولى من المشروع بتضم 1500 قرية وتوابعها في عدة محافظات.
تم الانتهاء من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركز إداري ب 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، واللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية بالقرى وربطها إلكترونياً بالوزارات. وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده للاستفادة ولاستفادة القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة. خلينا نروح دلوقتي لفاصل ونرجع بعد الفاصل مع مواجهتنا الأولى عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومدى استعدادات المحافظات لتنفيذ المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية، وإيه اللي تحقق منها خلال الفترة اللي فاتت، وإزاي هتغير كمان يعني عملية التطوير من شكل القرى. هنتكلم عن أهداف المبادرة وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري في خطة النهوض بالدولة وتطوير كافة القطاعات. لكن في الأول اسمحوا لي أرحب بضيوفي عبر سكايب، اللي هو هشام أمنة محافظ البحيرة ودكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. مساء الخير وأهلا بحضراتكم يا فندم. أهلا وسهلا. أنا هبدأ بلواء هشام أمنة الحقيقة، وعايز أعرف البداية مع الاهتمام الرئاسي بالمبادرة، شايف إزاي الاهتمام واهتمام السيد الرئيس مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة ودلالة الاهتمام ده؟ طبعا هي حضرتك طبعا هي مبادرة وطنية متعددة في أركانها متكاملة في ملامحها، تابعة طبعا من مسؤولية حضرية وبعد إنساني كبير قبل أي شيء، أطلقها فخامة الرئيس بالمؤتمر الوطني السابع للشباب اللي انطلق في فعاليات العاصمة الإدارية الجديدة. عايز أقول لك إن المبادرة نقلت الحياة خالص جوه هذه القرى اللي كانت بتئن من بعض المشاكل. قدرت الناس من خلال هذه المبادرة واحتكاكنا بيهم ما تحسش فيهم غير بالفرحة والسعادة، ما تحسش فيهم غير بأن هم راضيين تماماً عن كل اللي بيحصل على الأرض. أداء طبعاً المبادرة كان بمسؤولية كبيرة وتحت إشراف كبير من الدولة. أقول إن إحنا وإحنا في بداية ما اشتغلنا كانت وزارة التنمية المحلية معانا في شاركتنا في التخطيط لهذه المبادرة، وزارة التخطيط، وزارة التضامن، وزارة الشباب والرياضة، ما شكلنا فيها العمل ونزلنا الكرة حضرتك عشان نحقق طبعا احلام اهلها ونتعرف على الكلام ده. كان معانا شباب البرنامج الرئاسي، وكان معانا الكيانات العامله طبعا من المديريات وكل الشركات العامله في نطاق المحافظه. حسينا بمدى سعاده الناس واحنا بنتعامل على الارض، واحنا لسه بنشوفهم هم عايزين ايه، كانت البسمه مرسومه على وجوههم واحنا لسه بنبدا، فما بال حضرتك الان وشكل المبادره كل يوم بيتذاع في التلفزيون، حاجه تفرح من مشروعات قوميه عظيمه نقلت المواطن من منطقه لمنطقه اخرى، حققت له اماله على الارض، حقق يعني الدوله حطت ايديها في مناطق طبعا كانت مناطق فيها مشاكل كبيره كتير. وطبعا دور الدوله ودور فخامه الرئيس عمرنا ما هننساه كلنا، لا احنا ولا اهالي هذه المناطق. طب هنتقل للمحافظ الشرقيه دكتور ممدوح غراب. سياده المحافظ، في متابعه رئاسيه مستمره للخطط التنفيذيه للمشروع لاحداث نقله نوعيه للقرى خلال 3 سنين، شايف ازاي المتابعه الرئاسيه واهميتها ايه من اجل الوصول فعلا بالمشروع لافضل صوره في وقت قياسي؟ هو طبعا زي ما معالي الوزير هشام بيه امن قال ان المشروع ده مشروع هام جدا للمواطنين، وان ده فعلا بيعمل نقله كبيره جدا، وزي ما حضرتك عارفه نجاح اي مشروع بيبقى بالمتابعه المستمره بتاعته، فطبعا في تكليف لجهاز كبير جدا بيقوم بالمتابعه اليوميه، مش عايز اقول لحضرتك اسبوعيه، انما متابعه يوميه، وبيتم رفع تقارير باستمرار بحجم الانجاز وما تم التوصل اليه، فطبعا بيتم مع مجلس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، مع السيد وزير التنميه المحليه، مع الهيئه سيادة القوات المسلحة، تقريبا في ورش عمل تقريبا كل يوم بتقوم بوضع الخطط ومتابعتها،
وهو ده اللي ما انتهينا اليه في الاخر، ان احنا وصلنا للقرى او بعض المراكز اللي هي منعدمه الخدمات ومحتاجه هذه المبادره، وهو ده اللي احنا بدانا الحمد لله في تسليم بعض الاماكن للعمل فيها. طب انا عايز اسال حضراتكم وهبدا بلواء هشام امنه محافظ البحيره، من ضمن التوجيهات الرئاسيه التواصل المباشر مع اهالي القرى لمعرفه ارائهم ومتطلباتهم نحو تطوير مناطقهم، ده بيحصل ازاي على ارض الواقع ومطالب الناس وارائهم ايه فيما يتم من عمليه تطوير؟ هبدا بلواء هشام امنه وهرجع برضو للدكتور ممدوح بنفس السؤال، اتفضل يا سياده اللواء. يا فندم طبعا احنا عايز اقول لحضرتك المتابعه المستمره، طبعا احنا معانا لجان بتمر علينا من رئاسه الوزراء ومن وزاره التنميه المحليه، والمحافظه متواجده 24 ساعه داخل هذه القرى. احنا عندنا حضرتك في محافظه البحيره 8 قرى في 3 مراكز، عايز اقول ان في مجموعه متكامله احنا حاطينها في المنطقه لمده 24 ساعه تتواصل مع الناس، بنشوف صدى الكلام دون معاهم من ان هذه المشروعات القوميه اللي بتتم على الارض من خلال زيارات المحافظ المتكرره ومجموعات العمل اللي متواجده معانا بالمحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد، احنا بناخد منهم هم ايه اللي على الارض بيتم، بنعرف منهم المشروعات ماشيه ازاي، في مكتب متقدم لمحافظ البحيره بيتابع الناس بالكامل على الارض بادائهم. قدرنا ننفذ حضرتك طبعا عدد كبير من المشروعات، حوالي 95 مشروع في هذه المنطقه، وكانت تكلفتها تكلفه كبيره حوالي وصلت لحوالي 350 مليون في المرحله الاولى، ده غير المبادره بتاعه المرحله الثانيه والمبادره المرحله الثالثه ان شاء الله بتاعه المراكز. فانا عايز اقول ان احنا ان شاء الله على الارض متواجدين معاهم دايما بنسمع لهم، كل يعني عايز اقول ان المشروعات اللي كانت مخططه زاد عليها مشروعات ثانيه باوامر من رئاسه الوزراء بناء على طلب هذه المواطنين، يعني في بعض الشوارع ما كانتش مدرجه انا نزلناها، في بعض المناطق اللي احتاجت صرف اتعمل لها، في بعض مراكز الشباب اللي كان مخطط لها مشروعات صغيره اتفتح فيها العمل على مستوى اكبر بتواجد ملاعب وتواجد صالات جيم وصالات العاب اخرى وصالات تدريب للشباب على الكمبيوتر وما شابه. فبنقول ان التواجد جوه هذه المدن كان موجود بيبقى لمده 24 ساعه في اليوم، بقالنا فترة كبيرة طبعا بننفذ هذا الكلام ونجحنا الحمد لله ان احنا نعمل رضا مع المواطن ونحقق للمواطن اللي هو عايزه، وخصوصا يعني شفت حضرتك طبعا تطوير البيوت، شفت شكل المؤسسات زي المدارس زي الشوارع اللي تم رصفها، كله بيتم على الارض بشكل موحد وتحت اشراف الدوله وتحت اشراف رئاسه الوزراء على الارض، والمبادره مبادره طبعا رئاسيه، وعايز اقول لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه تواجدي مع حضرتك على الشاشه ان انا بنقل لحضرتك كل حب واحترام اهل هذه القرى اللي هم حملوني بهذا الشعور العظيم لحضرتك، لان هم حاسين بمدى احساس حضرتك بيهم وحاسين بمدى تواجدك مع المواطن البسيط في الشارع البحري. طيب هرجع لمحافظ الشرقيه دكتور ممدوح وراب بنفس السؤال، سياده المحافظ يعني كلمنا عن برضو اراء المواطنين عندك، مطالبهم ايه بالنسبه للتطوير؟ هو طبعا زي معالي الوزير هشام بيه أمنة قال برضو هي الخدمات الهامه الساده المواطنين عايزينها، مش بس اذا كان مباني او صرف او كده، لا ده جميع الخدمات واللي هي حضرتك ممكن ما تكونيش حضرتك متوقعاها، يعني مثلا كباري خرسانيه للسيارات بتاعه الري اللي هي على المصارف وعلى الترع يتم تجديدها عندنا، عندنا المشروع هيتكلف حوالي 8 مليار و700 مليون يعني رقم جيد جدا، الري كمان الكباري بتاعته هيتم تطويرها في المنطقه ديت، حتى منظومه النظافه هيتم دعمها ب مهمات ما بين لوادر وما بين سيارات، ويعني التفاصيل حتى بتبص ليها، حتى الحمايه المدنيه اللي هي نقاط اطفاء محطات اطفاء هيتم انشائها والانتهاء منها، التليفونات وحدات التضامن الاجتماعي بجانب طبعا المدارس بجانب الشباب والرياضه مراكز شباب انشاء وصيانه، يعني في طفره كبيره جدا، حتى منظومه الطب البيطري وان ازاي هيتم تطوير الوحدات البيطريه وفي مجزر كبير هيتعمل، احنا تم الانتهاء باختيار 41 قريه في مركز الحسينيه، مركز الحسينيه بيمثل حوالي 1500
وخمسين كيلو متر مربع، وده حوالي تلت محافظة الشرقية، هيستفيد حوالي 350 ألف مواطن. منطقة كبيرة جدا، مساحتها كبيرة جدا، وفيها الخدمات منعدمة في مناطق كتير. فأنا عايز أقول لحضرتك إن المبادرة مش بس على قد إن إحنا هنبني بيت ولا نوصل مية ولا صرف صحي، لا، كل ما حضرتك متخيليه، حتى وصلات التليفونات، حتى الطرق طبعا زي ما معالي الوزير هشام بأمنة قال، كل القطاعات، القطاع الصحي، نقط إسعاف، وحدات صحية، يعني كل القطاعات هيتم العمل عليها فورا، بحيث إن فعلا المبادرة تنتهي خلال 3 سنوات بنقلة كبيرة جدا لمركز كبير جدا عندنا منعدم الخدمات ومحتاج هذه المبادرة لها. طب سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إزاي سيعمل المشروع القومي لتطوير القرى على توفير كافة الخدمات لأهل الريف؟ وطبعا احنا دلوقتي حالا حضرتك زي ما قال معالي الوزير، طبعا احنا بنعد طبعا للمشروع الجديد، وزي ما حضرته قال ان هي بيشمل قطاع كبير داخل المحافظات. يمكن انا حضرتك عندي طبعا 6 مراكز و42 قريه وتوابعها طبعا اللي بتصل ل 3850 تابع. عايز اقول ان حجم البحيره محافظه كبيره جدا، فاحنا الان بنشتغل مع شركات استشاريه عشان نحدد على الارض احتياجات هذه المناطق تحت اشراف القوات المسلحه متواجده معانا يوميا، علشان بنحدد على الارض احنا هنشتغل ازاي. حجم اللي تم تخصيصه لمحافظه البحيره في المبادره دي وتحت اشراف كامل، وباكد على دون للقوات المسلحه وبتقنيات علميه طبعا كبيره، لان معانا مكاتب كبيره، سيصل طبعا لحوالي 44 مليار. نتكلم عن رقم كبير بيتم في محافظه البحيره، لان طبعا محافظه البحيره محافظه كبيره ومترامية الاطراف. فبنقول على الارض الدوله مراحلها او المرحله الثالثه اللي اطلقت قريبا انها تحقق في محافظه البحيره 6 مراكز، وده طبعا شيء عظيم بنشكر الدوله عليه، لان طبعا العدد ده عدد غير مسبوق، ان يكون عندي 42 وحده قرويه محليه في وقت واحد بتوابعها اللي هم 3850 تابع، هتتم تنفيذ مشروعات عظيمه بها. ده هيحقق على الارض نقله كبيره جوه محافظه البحيره، لان المحافظه كلها مراكزها حوالي 15 مركز، لما تكون واخد منهم 6 مراكز فده طبعا شيء تشكر عليه طبعا الدوله، ويشكر عليه القائمين على ذلك، ويشكر فخامه رئيس الجمهوريه اللي هو حاسس بشعب البحيره في كل وقت. ان شاء الله. محافظ الشرقيه دكتور ممدوح وراب، اهميه توقيت البدء في المشروع ده ايه من وجهه نظرك؟ التوقيت هام جدا جدا، لان انت عارفه حضرتك ان احنا عندنا في مرحله تطوير كبيره جدا منذ تولي السيد الرئيس مهام رئاسه الدوله من 2014، وحجم التحديات اللي كانت موجوده على جميع المحاور، اذا كانت تحديات امنيه، خدمات، نقص في السلع، فكان مهم جدا ان الدوله تقف على رجليها، وبعد كده هو الاهتمام بالخدمات، لان فعلا المواطن اللي موجود في الريف خدمات بعيده عنه، وهو محتاج ان هو يحس ان الدوله موجوده جنبه وبتسمعه وبتنفذ له كل احتياجاته. خلال الفترة اللي فاتت احنا اشتغلنا على كمية مشروعات كبيرة جدا، لان لما اجي اكلم حضرتك المحافظة الشرقية انا بكلم حضرتك على حوالي 8.5 مليون مواطن، بكلم حضرتك على 5000 كيلو متر مربع، مراكز مليانة تكدسات ومساحات كبيرة، فبالتالي نقص خدمات كبير جدا. وانا عايز اقول لحضرتك من 2014 حتى 2020 حجم المشروعات اللي نفذت داخل المحافظه الشرقيه بتخطى ال 50 مليار جنيه، ما بين محطات معالجه ومحطات مياه وما بين مشروعات بنيه تحتيه، حاجه كبيره جدا. انما فكره ان احنا نركز في مركز نفسه وكل القرى اللي موجوده فيه، احنا عندنا هيتم تنفيذ كل الخدمات في 41 قريه و 740 تابع على اولى، فبالتالي حضرتك المواطن هيحس ان كل حاجه انتهت مره واحده، مش احنا بنخلص الصرف الصحي وبعدين بعد كده هنعمل مياه الشرب وبعدين الغاز الطبيعي وبعدين المدارس، لا، كله مره واحده. فالمواطن يحس بنقله كبيره، فبالتالي اهميه هذه المبادرات ان هي
بتنهي مشكلات قائمه من زمن طويل جدا المواطن مستنيها، زي المبادرات الرئاسيه اللي قام الرئيس اطلقها في علاج فيروس سي، كل المبادرات الصحه والنجاح اللي حصل فيه وتم الانتهاء من هذه المشكلات الصحيه. وطبعا اهميه التوقيت هامه جدا. طيب سيادة المحافظ اللي هو هشام أمنة، 55 مليون مواطن من أهالي ريف هيستفيدوا من مشروع تطوير القرى، شايف الرقم إزاي؟ طبعا الرقم رقم ضخم. أنا لما بتكلم مع حضرتك بقول عليك محافظة البحيرة طبعا 10,000 كيلومتر و7 مليون مواطن، بنتكلم طبعا على جوه محافظة البحيرة بس حوالي 4 مليون هيستفيدوا من الجزء الاول من المبادره. بقول ان رقم 55 مليون على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيمثل نص شعبها، فبنتكلم ان القرى والتوابع اللي احنا بدانا كدوله بنبص لها وبنخش جواها بنخترق اعماق المشاكل اللي موجوده في هذه المناطق، لان دي مناطق محتاجه ومناطق فيها شيء من الطلبات لاهل المناطق دي، ده بيمثل طبعا رؤيه جيده للدوله ورؤيه جيده لفخامه رئيس الجمهوريه انه حط ايده على اللي تعب المواطن اللي هو البسيط، وده شيء طبعا عظيم مقدر للدوله ورئيسها يعني. طب انا هروح لمحافظ الشرقيه دكتور ممدوح غراب، عايز اتكلم عن تكلفه المشروع، ملامحه العامه، يعني تكلفه التنفيذ للمشروع القومي لتطوير القرى بتتجاوز 515 مليار جنيه، الرقم ده بيعني ايه وبيمثل لكم ايه كمان في محافظه الشرقيه؟ طبعا رقم كبير جدا ما حصلش قبل كده الرقم ده في تطوير الريف. احنا بالنسبه لمحافظه الشرقيه ال 41 قريه و740 تابع هنبتدي ب 25 قريه وبعد كده هيكمل بقيه المشروع. التكلفه المبدئيه اقدر اقول لحضرتك حوالي 8 مليار و 600 مليون لانشاء 13 مدرسه مثلا كمثال وتوسعه 6 مدارس. يعني عفوا عفوا ميزانيه تطوير قرى محافظه الشرقيه كام؟ 8 مليار و 700 مليون. 8 مليار. دي القيمه التقديريه في المرحله اللي احنا فيها ديت في كل القطاعات اللي هم ال 14 قطاع ما بين ابنيه تعليميه وري وشباب ورياضه وصحه وطب بيطري والغاز والكهرباء والطرق والنظافه، دعم النظافه ومياه الشرب والصرف الصحي، حمايه مدنيه، تليفونات، تضامن اجتماعي، يعني كل الخدمات هيتم العمل فيها بصوره مكثفه. اقدر اقول لحضرتك مثلا كمثال الصرف الصحي عشان حضرتك تعملي بس محطات رفع ومحطات معالجه هيبقى حوالي 3 مليار ونص. لو حبينا حضرتك نتكلم على مياه الشرب هيبقى مليار و200 مليون. ولو حبينا نتكلم على المدارس حضرتك بتتكلمي على انشاء 2283 فصل، يعني حوالي 13 مدرسه بقيمه حوالي 150 مليون جنيه. حضرتك بتتكلمي على ارقام غير مسبوقه بتحصل وهتعمل طفره كبيره جدا وتنهي مشكلات موجوده من فترات كبيره. قطاع الصحه لوحده وحدات الصحيه 75 مليون جنيه، فانت حضرتك ارقام كانت صعب ان احنا نحصل عليها، انما من خلال المبادره بقت متاحه الميزانيات للعمل عليها. انا برضو حضرتك اول مره يتم الصرف مثلا على التليفونات مليار و800 مليون ما بين كابلات عشان حضرتك عارفه التحول الرقمي، فطبعا دي طفره كبيره جدا ما كانتش موجوده في الوقت الحالي. محافظه الشرقيه التكلفه المبدئيه بتاعه المرحله الاولى حوالي 8 مليار و700 الف. طب محافظ البحيره اللي هو هشام امن، على اي اساس بيتم اختيار القرى المراد تطويرها؟ هو طبعا المراكز تم اختيارها طبقا لاحتياجات هذه المراكز وطبقا للحاله اللي موجوده طبعا والموجوده التحديات اللي فيها. التقرير اللي تم وزي ما قال عليه وزير ان احنا اصلا هنا في محافظه البحيره تكلفه المرحله دي علينا 44 مليار جنيه. تم تقديم الكلام ده طبعا للدوله، وزي ما بقول لحضرتك لازالت محافظه البحيره بتدرس وبقوه مع المكاتب الاستشاريه ازاي هتنفذ الحجم الكبير من المشروعات دوت على الارض. ده انا عايز اقول كمان ان مش المبادره بس، انا عايز اقول ان حجم المشروعات اللي بيتم جوه محافظه البحيره للمشروعات القوميه العاديه 55.5 مليار. تخيلي حضرتك حجم هذه المشروعات اللي بتتابعها المحافظه
واللي هيكون معانا في متابعتها رئاسه الوزراء ووزاره التنميه المحليه والتخطيط والقوات المسلحه طبعا قبلنا كلنا. عايز اقول ان الوضع في محافظه البحيره مشروعات قوميه كبيره في ال 14 اتجاه اللي اتكلم عنهم علي الوزير، وان شاء الله باذن الله طبعا ده هيمثل نقله كبيره لكل المناطق دي، لان المناطق دي فعلا من المناطق المحتاجه في محافظه طيب هرجع لمحافظ الشرقيه دكتور ممدوح غراب. سياده المحافظ، بتختلف عمليه التطوير بين تقديم الخدمات الصحيه والتعليميه والزراعيه ومياه الشرب والصرف الصحي والاحوال المدنيه، البريد، الشؤون الاجتماعيه، يعني مجالات كتير، ده معناه ايه واهميه هذا التنوع كمان من التطوير؟ خلي بال حضرتك فكره ان يتم الدخول في منطقه وانهاء كل الخدمات بتاعتها، اعتقد دي فكره رائعه. يعني زي ما قلنا ان انا اخش واعمل كل احتياجات المركز دوت من كل خدماته وتنتهي، وبعد كده اخش المرحله اللي بعديها اخد مركز او اثنين تانيين. خلي بال حضرتك، خلينا برضو نقول ان المبادره دي بالنسبه للقرى هي شغاله، وهتشتغل وهتعمل نقله. كمان ما تنسيش حضرتك ان احنا ابتدينا تطوير عواصم المحافظات في الوقت الحالي، يعني دلوقتي في مشروع دلوقتي برضو بمليارات كبيره جدا داخل عواصم المحافظات من تحديد اماكن عشان انشاء مساكن بصوره جيده بجميع المستويات، عشان كده المناطق العشوائيه تتنقل فيها فيتم خلخله الكثافه السكانيه والمناطق العشوائيه وفتح محاور. يعني انا بقول لحضرتك في طفره كبيره جدا بتتم في كل الخدمات داخل كل المحافظات، وبالاخص انا اقول لحضرتك الفتره اللي احنا عاملين فيها العمل تحت قياده السيد الرئيس كمحافظ حجم المشروعات كبيره جدا. يكفي ان اقول لحضرتك مثلا مركز الحسينيه اللي احنا بنتكلم عليه عنده معاناه في مياه الشرب، طول عمره عنده معاناه في مياه الشرب، ان شاء الله السنه دي هتنتهي بانشاء محطه مياه عملاقه داخله في اكثر من نص مليار جنيه، هتنتج حوالي 51 الف متر مكعب مياه شرب في اليوم، تنتهي مشكله المياه اللي هي بتيجي بالتناول او بتيجي في صوره عربيات مياه يوميه. فده مثال صغير جدا لاحد المشروعات القائمه في منطقه الشمال بالنسبه لخدمه من الخدمات. طيب اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، عايز أروح مع حضرتك لجهود أجهزة الدولة في تنفيذ وتخطيط المبادرة. بتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط والتنفيذ، عايز أعرف التنسيق بيتم إزاي، شايف أهميته إيه، وإزاي بينعكس بشكل عام على تنفيذ المبادرة في زمن قياسي؟ طبعا وجود كل الأجهزة دي معنا حضرتك طبعا بيعمل طبعا حالة من حالات المتابعة الدقيقة للمبادرة. احنا بنجتمع تقريبا مرتين في الاسبوع عشان نخلص هذه الاجراءات، وبنعرض على رئاسه الوزراء وبنعرض على وزاره التنميه المحليه عشان نصل طبعا للمستوى اللي احنا عايزين نوصل له. عايز اقول ان القوات المسلحه بتجهز دلوقتي بكل معداتها وبكل كياناتها من المقاولين اللي هتنفذ على الارض هذه المشروعات. كان اخر هذه الاجتماعات النهارده. عايز اقول لحضرتك طبعا ان احنا واحنا بنتكلم عن قلب الريف، احنا ما بنتكلمش عن العواصم بس في التطوير، ده احنا بنتكلم عن قلب الريف وحجم العمل اللي هيتم، هيبقى حجم عمل كبير وهتواجهنا طبعا بعض المصاعب. احنا البلاد اللي زي الشرقيه والبحيره بيبقى فيها ترع ومصارف وتحركات على الطرق بيبقى فيه صعوبه، فكل الاعمال دي بتتم طبعا دراستها دلوقتي، وازاي هنشتغل على الارض وازاي هنتحرك بصوره منظمه عشان ننجز المشروع باذن الله إن شاء الله. طب عايز أتكلم عن تكلفة عمليات التطوير اللي تم في القرى لحد دلوقتي، بس الأول عايز أتكلم عن التحديات اللي بتواجهكم الأول. دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قولنا إيه أهم التحديات اللي بتواجهكم؟ المحافظات اللي فيها مصارف وفيها ترع وفيها طرق أو خطوط الحديد قطع المدن دي بنبقى بنجد مشكلات شويه في التحرك، لان في بعض الطرق هتحتاج حضرتك لتغطيه لمصرف او ترعه او بتحتاجي حضرتك ردم في بعض الاحيان، فدي عمليات بتاخد وقت شويه، او توفير قطعه ارض عشان حضرتك تبني عليها مدرسه او تعملي عليها وحده صحيه، دي برضه بتاخد بعض
الوقت، لان حضرتك محافظه زي محافظه الشرقيه 87% منها اراضي زراعيه، فبالتالي ان حضرتك تجد حته ارض عشان تعملي فيها مدرسه او تعملي فيها مركز صحي او تعملي فيها وحده صحيه او اي خدمه من الخدمات، دي برضو بعض المشكلات اللي بتقابلنا لتوفيرها. انما احنا تعودنا دايما ان احنا اثناء العمل بتحل المشكلات، لان كل الجهات كلها بتتضافر عشان تنهي هذه المشروعات وانجاح هذه المبادرات، عشان فعلا المواطن محتاج هذه الخدمات باسرع وقت ممكن في المرحله اللي احنا موجودين فيها. انما اللي انا باكده لحضرتك زي ما معالي الوزير هشام بيه امن قال، ان في تنسيق جيد جدا ما بين القطاعات، وزي ما هو سيادته قال دلوقتي ان بيتم لقاء اسبوعين ومتابعه دوريه، هو ده اللي بيحصل في كل المحافظات في نفس الوقت، تقريبا لقاءات شبه مرتين او ثلاثه في الاسبوع، ولجان بتجتمع ومتابعه دقيقه جدا ونسب تنفيذ واستلام اراضي، كل الكلام ده كله بيتم بصفه ده. طيب هرجع لمحافظ البحيره اللي هو هشام امنه، سياده المحافظ، هل بتختلف التحديات كمان من قريه لاخرى من محافظه لاخرى؟ يعني لو اتكلمنا عن البحيره وقراها. واكيد طبعا زي ما معالي الوزير الدكتور ممدوح غراب قال، احنا طبعا محافظات ريفيه او زراعيه، فانا عايز اقول محافظه البحيره بتزرع 1.8 من 10 مليون فدان، ودي يعني مساحه كبيره جدا بتمثل طبعا داخل المحافظه. التحديات اللي بتقابلنا طبعا مختلفه من مكان لمكان. يمكن احنا بدانا، وانا بكلم حضرتك في هذا التوقيت زي ما حضرتك قال، بننفذ 12 كوبري في وقت واحد، بنفذ دلوقتي تبطين ترع مثلا بمليار و3 من عشره عشان اعمل امان للتحركات للمجموعات اللي هتشتغل على طوله. فاحنا عايز اقول ان الدوله مش بس بتشتغل على المبادره من دلوقتي، الدوله كانت بتعد للمبادره من فتره، والكلام ده كان بيتم بتنسيق كامل بين الوزارات وبين المحافظه، واللي بيجري على الارض ان شاء الله عايز اقول انه مش هيمثل عائق طبعا خالص ان شاء الله، لان احنا كل المشاكل اللي بتقابلنا بندرس دلوقتي ازاي هنتغلب عليها. ويمكن من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا ومن اكبر الامور اللي احنا عايزين نتغلب عليها، وهي طبعا اتساع الرقعه الزراعيه، ده بيخلي عندنا توفر الاراضي اللي هننفذ عليها مشروعات زي مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجه والكلام دوت، هيبقى برضو موضوع ما هوش متوفر بإمكانيات كبيرة. ولكن في النهاية المحافظة من دلوقتي بتعد لهذا عشان تقدر تحقق المشروعات المطلوبة منها إن شاء الله. طب سيد محافظ الشرقية، بالنسبة لفكرة الاستعانة بالمقاولين المحليين بكل محافظة وعمل تقارير مجمعة ليهم اللي وجه بيها وزير التنمية المحلية المحافظين مؤخرا، أهمية الخطوة دي؟ هو طبعا دي حاجة مهمة جدا، يبقى المقاولون موجودين محليين في المنطقه اللي احنا موجودين فيها، دي بتقلل جدا المشكلات بالذات في نقل المعدات او توفير العماله والخدمات، فطبعا ده توجيه هام جدا، واحنا فعلا شغالين بهذه الطريقه. وبرضه خلي بال حضرتك ان المبادرات دي برضه هامه جدا، لان انت عارف حضرتك الفتره اللي فاتت وجائحه كورونا وقد ايه العماله اليوميه اتاثرت جدا، فطبعا المبادرات دي هترجع تشغل عدد كبير جدا وتنهي المشكله اللي حصلت الفتره اللي فاتت. فطبعا انا شايف ان دي توجيه كان هام جدا في المرحله اللي احنا فيها. طيب هرجع بالسؤال الاخير لمحافظ البحيره اللي هو هشام امنه، ازاي هيوفر المشروع يا فندم فرص عمل حقيقيه خلال فتره تنفيذه؟ طب انا عايز اقول لحضرتك طبعا ان هو المشروع ده طبعا، ولما بتكلم او بقول لحضرتك ان بعمل مشروعات بتخش على حوالي 44 مليار، اكيد دي فرص عمل حقيقيه لكل المقاولين اللي موجودين في محافظه البحيره ولشباب البحيره اللي موجودين اللي بيدوروا على شغل. ولو ان انا عايز اقول لحضرتك بجد بامانه، في محافظه البحيره احنا عندنا طبعا مشروعات متنوعه متوسطه وصغيره موجوده كتير جدا جوه المحافظه، نتيجه لان احنا محافظه زراعيه طبعا في اتجاه التعبئه والتغليف للاغذيه والخضروات اللي بتصدر للخارج، والمشروعات المتوسطه اللي بتقام على هذه الصناعات داخل محافظه البحيره. عايز اقول كمان ان الشباب طبعا عملنا كذا منتدى للتوظيف، وعندنا الحمد لله موقف العماله داخل المحافظه كويس جدا، ولكن هذه المشروعات هتوفر فرص اكثر واكثر، مش للمحافظه بس بل للمحافظات المجاوره ليها، لان احنا بنعتمد طبعا على المقاولين المحليين
وبس خليني الفت نظر حضرتك برضه يا فندم ان اذا كانت الدوله شغاله في هذا الاتجاه، شغاله كمان في نفس المرحله واحنا بنتكلم عن حياه كريمه، قدرت من خلال تكافل وكرامه ان هي تحقق اهل المناطق دي، قدرنا ان احنا نعلم الناس، وخدنا مشروع محو الاميه وقدرنا نعلم جزء كبير من اهالي هذه القرى البسيطه، ودخلنا في كل الاتجاهات. العمالة إن شاء الله هيبقى متوفرة، والوقت إن شاء الله يسمح بحجم هذه المشروعات إن هو يحقق لشباب المنطقة أحلامه إن هو يجد فرص عمل كبيرة داخل محافظة. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ودكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشكركم على تواجدكم معنا النهاردة في المواجهة وبشكركم على وقته، وبالتوفيق. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الثانية مع ضيفي الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتوقف بالقراءة والتحليل لعدد من القضايا المحلية والإقليمية مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. مساء الخير وأهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلينا نبدا من رؤيتك لاهميه الدعم المصري المتواصل لدول القاره الافريقيه، خصوصا في ضوء تاكيد الرئيس السيسي على ان مصر لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم اشقائها الافارقه خلال استقبال السيد موسى فقيه رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي النهارده. يعني هذا تاكيد مضاف على تصور في السياسه المصريه منذ عده سنوات، اللي هو فكره العوده الى افريقيا. العودة إلى أفريقيا طبعا هي تنطوي على انتباه وإن كان بعد عقود من إهمال أفريقيا إلى جوهر المصالح المصرية وإلى ما تعنيه جغرافيا وجود مصر في أفريقيا وإلى ما يعنيه أيضا تاريخ مصر في أفريقيا في الخمسينات والستينيات وصولا إلى أواسط السبعينيات بعد حرب أكتوبر 1973. بعد ذلك جرى ما جرى في مصر فيما نعرفه، وضمن ما جرى أنه جرت التضحية بمصالحنا وبجزء كبير من مصالحنا في أفريقيا ونفوذنا في أفريقيا في إطار تصور غائم كان يعتبر أن أمريكا هي العالم، وركز على فكرة توثيق العلاقات مع الأمريكان إلى وصولا إلى درجة حادة من التبعية استمرت إلى ما قبل سنوات. يعني هذا التصور الجديد لأفريقيا طبعا فيه أدوار كثيرة لمصر في أفريقيا الآن، أي ما في على فكرة جوهرية هي حفز التنمية وتحسين البنى الأساسية والتواصل بالمساعدات التقليدية، وإن كانت منظمة أكثر من خلال الوكالة المصرية لأفريقيا. طبعا في دوائر عمل أفريقية كبرى من وكالة الفضاء الأفريقية مقرها القاهرة ووكالة ومراكز الأمراض وغيرها وهيئات أفريقية كثيرة، ومنها بعثات الدعم التقليدي سواء في المجال الطبي أو المجال التعليمي أو المجال الأزهري. في السنوات الأخيرة جرى تطوير المساهمة المصرية في أفريقيا على نحو ما نعرف، مثلا في إقامة سد جوليوس نيريري في تنزانيا من خلال تحالف مصري. أيضا جرى تطوير هذا العمل في معاونة الكونغو في إقامة سدود مع آخرين كالصين وغيرها، لأنه معروف أنه في الكونغو نهر عظيم بيمتد إلى المحيط الأطلنطي وتنتهي مياه المحيط الأطلنطي بمعدل 1000 مليار متر مكعب في السنة. هناك أيضا تصورات نابعة في ظني من إعادة إدراك حقائق القصور المتولد عن عقود مضت في تطوير التصنيع المصري، يعني على نحو ما أعلن السيد كامل الوزير وزير النقل في أمام مجلس النواب أخيرا من اتجاه مصر لتعميق وتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر وتصديرها إلى أفريقيا مع شبكة من الطرق بعضها سيمر من مصر إلى ليبيا فتشاد فالكونغو إلى آخره، إضافة للحلم التاريخي المتعلق
إقامة سكك حديدية بين القاهرة في الشمال وكيب تاون في جنوب أفريقيا. بالجملة طبعا كان طبيعيا أن يتناول الرئيس السيسي مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المصالح مصر المتعلقة بنهر النيل، وأن يؤكد على ما هو مؤكد علنا وبصفة رسمية من السعي إلى اتفاق عادل متوازن ملزم شامل يضمن عدم المساس بحقوقنا المائية في نهر النيل. ومن المعلوم أن المفاوضات جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، ومن المعلوم أيضا أن المفاوضات فشلت يعني، وأنه على مصر أن يعني تفكر بطريقة أخرى فيما أتصور. طيب أستاذ عبد الحليم، يعني لو توقفنا أمام التقارب المصري الأفريقي اللي حصل منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، إلى أي مدى نقدر نقول أن مصر فعلا رجعت لدورها المحوري في القارة السمراء؟ تقديري أن مصر عادت إلى جزء من دورها المحوري، يعني أمامها خطوات واسعة جدا لكي تستعيد كامل دورها المحوري. لا نريد أن نقلب كثيرا في صفحات التاريخ، مصر كانت تعني لأفريقيا كلها تحررا شاملا من الاستعمار التقليدي القديم البريطاني والفرنسي والبلجيكي وغيره. يعني مصر كانت تعني شيئا في مركز المخيلة الإفريقية أو الخيال الأفريقي. طبعا انسحاب مصر من هذا الدور ضمن عملية انسحاب شاملة في عقود ثلاث حرب أكتوبر 1973، ضمن انسحابها أيضا من الدور العربي، وضمن انسحاب حتى القيادة المصرية من دور داخل مصر، واللجوء لتبوير وتجريف كافة أسس الوجود المصري الإنتاجي. أعتقد أن احنا بالإنجازات الداخلية وبتطور التصورات الداخلية، خاصة استعادة حلقة التصنيع، يمكن أن نعمق علاقاتنا بأفريقيا. معلوم أنه أثناء رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي في العام قبل الماضي، الرئاسة الدورية، جرى إقرار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وبدأ تفعيلها أخيرا، والمعروف أن مستوى التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ضعيف جدا بسبب تشابه غالب الاقتصادات وتخلفها عموما يعني. ومن ثم فحين نريد تطوير دورنا في أفريقيا في مسار التنمية، وهي قارة هائلة جدا، بكر تقريبا فيها 1300 مليون شخص، أعتقد أنه الجزئية الجوهرية كيف نخلق اقتصادا تحتاجه أفريقيا، يعني الفكرة كيف يكون عندنا شيء آخر غير الموجود في الاقتصادات المتخلفة، ولا اختيار طبعا سوى توفير سلع مصنعة، هذا هو العنصر الجوهري، لأنك يمكن أن تقيم بنا أساسية بطول وعرض الأرض، لكن الجوهري ماذا تنتج أصلا لكي تصدر. فأنا أظن أن مستوى التبادل التجاري بين الدول الإفريقية تظل منخفضا بسبب تشابه الاقتصادات. مصر مؤهلة لأن تكسر هذا التشابه وتخلق اقتصادا مختلفا. بالنسبة لحلقات الوصل مع أوروبا، علينا أن نعلم أيضا أن المغرب حلقة وصل أقرب لأوروبا، حلقة وصل إفريقية يعني. فالقضية ببساطة أن علينا أن نخلق يعني مجالا نوعيا مختلفا، ميزة نوعية لمصر تعتمد بالأساس طبعا على تطوير البنى الأساسية بكافة أشكالها، لكن تعتمد في الجوهر على توفير سلع مصنعة واستعادة القلاع الصناعية لا تصفيتها كما يجري بعضه الآن. طيب عايزة أنتقل مع حضرتك لملف آخر، هو ملف التحول الرقمي. مصر بتشهد تطور سريع في عملية التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بميكنة كل القطاعات الحكومية في الدولة. شايف التطور ده إزاي؟ شايف أثره هيكون إيه على الخدمات المقدمة للمواطنين؟ يعني من المعلوم أن منصة مصر الرقمية بدأت في توفير يعني خدمات عبر قطاعات متعددة، 70 قطاعا يعني، بينها الصحة والتعليم والتقاضي وأشياء أخرى يعني. الفكرة الأساسية الانتقال من عصر الإدارة بالمستندات وبالأوراق إلى عصر الإدارة الرقمية، يعني عبر تقنية الاتصال والمعلومات. الفكرة الأساسية هي صناعة قاعدة بيانات لمصر، لأنه غياب البيانات وتشوه البيانات الحقيقة بيخلق مشكلات كبيرة جدا لصانع القرار الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. ففكرة بناء قاعدة البيانات هدف جوهري أيضا، غير ما كانت الخدمات الرئيسية. طبعا ما كانت الخدمات الرئيسية
بتأخذ في طريقها ظواهر تخلف وظواهر فساد ناتجة وناجمة عن التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة. بالطبع لا نستطيع أن نقول أننا بلغنا الغاية في رقمنة مصر، يعني لا تزال هناك كثير من المصالح التي جرت رقمنتها جزئيا، يسمع المواطن أو طالب الخدمة عبارة السيستم وقع. طبعا هذا أمر راجع لفكرة البنية التحتية الرقمية، يعني حسب البيانات الرسمية قيل أنه جرى تطور في سرعة الإنترنت في مصر، وأنه مكانة مصر في هذا المجال في سرعات الإنترنت تطورت من رقم 97، رقم الدولة 97 على مستوى العالم إلى الدولة 91. هذا يعني تطور محسوس، لكن لا تزال هناك أشواط. يكفي أن نعلم مثلا أنه لكي ندرك قيمة ما تم في السنوات الأخيرة، أن مصر كانت رقم 40 في أفريقيا في سرعة الإنترنت، وصارت رقم 2. طبعا معلوم أن جنوب أفريقيا لديها بنية متطورة. الفكرة الأساسية أنه يجب أن نقفز بمكانة مصر في هذا المجال، سرعة الإنترنت قفزات هائلة جدا لكي نفاجأ بتعبير السيستم وقع لكي يحل محل تعبير فوت علينا بكرة، اللي هو الخاص بالإدارة القديمة. يعني ففي تصورات لدى الحكومة عن تحسين البنية التحتية بإقامة شبكة من الألياف الضوئية واصلة إلى مئات المباني الحكومية. هذا أمر تزداد جديته وأهميته مع المشروع الهائل الطموح الذي كنتم تتحدثون عن تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، بدءا ب 1500 قرية و 11000 تابع لها في المرحلة الأولى أو في السنة الأولى. طبعا مشروع مقدرة تكاليفه ب 500 مليار جنيه. ففكرة تحسين البنية التحتية الرقمية عنصر جوهري، والقفز بمكانة مصر إنها تستحق أن تكون في يعني في مكانة العشرينيات لا في مكانة التسعينيات. طيب، بما أنه حضرتك بتذكر البنية التحتية، فالحكومة خصصت 11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المتعلقة بالتحول الرقمي، خصوصا في القطاعات الخدمية والتعليمية. يعني كلمنا عن انعكاس هذا التخصيص لهذا المبلغ بشكل إيجابي على أداء الجهاز الإداري للدولة الأستاذ عبد الحليم. يعني طبعا هو له أثر مباشر، لأن البنية التحتية عنصر جوهري. طبعا توجد مشكلات أخرى من نوع ضرورة التدريب، يعني لا يزال الموظفون يعني المعتادون على فكرة الورق والمستندات وإلى آخره. طبعا جرى تطوير في البنية التشريعية لكي يجري اعتماد وتقنين المعاملات الإلكترونية عموما، وجرى تطوير أيضا في الشمول المالي. لكن طبعا هناك عوائق، علينا أن نعرف أنه رغم الجهد المبذول الهائل في الشمول المالي في السنوات الأخيرة وتوفير خدمات بنكية إلكترونية على نطاق واسع وتعدد الفيز زي ما بيقولوا وكروت وميزة وغيرها، علينا أن نعرف أيضا أنه هناك في جانب آخر ازدهار لفكرة قابلية المصريين للنصب وظهور عشرات المستريحين كما يقول الإعلام، يعني وبيجمعون مليارات الجنيهات. يعني القابلية للنصب دي معناها إيه؟ معناها ببساطة أن احنا نحتاج إلى مزيد من الثقة بالتطور الجديد، مزيد من نشر الثقة لدى السكان لدى المصريين بالتطور الجديد، لأنه لا يعقل بعد 40 سنة تقريبا من مأساة شركات توظيف، 30 سنة من مأساة شركات توظيف الأموال، أنه لا يزال هناك مصريون بهذا الحجم وبهذا العدد يقعون فريسة نصب متكرر، ربما لإحساس أنهم يريدون يعني ثراء سريعا قد، لكن هذا يعكس في جانب منه يعني مشكلة ثقة في الوضع البنكي أو غيره أو فوائد البنوك أو غيره. في مشكلات يجب التحرك سريعا. طبعا تطوير البنية التحتية هذا الرقم المخصص جزء منه طبعا كما قلت من قبل مخصص لفكرة شبكة الألياف الضوئي. باختصار هناك خطوات ملموسة كبيرة تجري، لكن رقمنة مصر بالكامل ربما تبدأ في التطور مع الانتقال الجزئي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لا ورق ولا مستندات، وحيث جرى تدريب كبير لأعداد هائلة من الموظفين بمعرفة وزارة التخطيط بالتعاون طبعا مع وزارة الاتصالات. الفكرة الجوهرية أيضا أنا أتوقع التطور، لأنه جرى تطوير عندنا طبعا كليات حاسبات ومعلومات وأقسام في كليات الهندسة، لكن كمان
في تطور جديد خاص بإقامة الجامعات التكنولوجية. فتوفير الكوادر القائمة على هذا التطور أريد أن أمر مهم جدا. أريد أن ألفت النظر أيضا لفكرة تأمين المعلومات. نحن نعرف أن هناك حروب، كلما جرى تطور في بلد ما في الاعتماد الإلكتروني وفي الرقمنة كلما زادت مخاطر الاختراق على نحو ما نشهده حولنا من أمريكا إلى إيران إلى غيرها. ففكرة التأمين المعلومات عنصر جوهري، وأعتقد أنه نصب أن القيادة السياسية تضع فكرة التأمين نص بعينها بعامة، والتأمين الإلكتروني أيضا بالذات. تمام. طيب خلينا ننتقل لتونس بقى يا أستاذ عبد الحليم. وصف رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي دور رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه دور رمزي في البلاد. شايف خطورة هذه التصريحات المعبرة عن رغبة الإخوان في السيطرة على تونس إزاي؟ المنصف المرزوق الرئيس السابق الذي تعاون مع الإخوان وصف كلام الغنوشي باختصار بأنه انقلاب على الدستور. هذا انقلاب على الدستور التونسي، هذا تطور في الصدام الذي جرت خطواته صراعا في الفترة الأخيرة بين طرفين، رئيس الجمهورية من جهة وحركة النهضة معبرة عن النظام الحزبي وعن تشكيل برلمان من جهة، المفارقة التونسية. وتذكرين أنه مع الانتخابات الأخيرة البرلمانية والرئاسية في تونس قلت ده مش قيس سعيد، ده قيس تونس، يعني اللي هو المحبوب الذي لا تتم قصته. رئيس هو الوحيد حصل على تصويت بأكثر من 3 ملايين صوت من الناخبين التونسيين، فيما حصلت حركة النهضة على عشرات الآلاف من الأصوات فقط. فرقة النظام أن الدستور لا ينص على صلاحيات مكافأة لهذه الشعبية التي حازها قيس سعيد، بينما يعطي أغلب الصلاحيات للبرلمان، والبرلمان معتل كما نعرف، ممزق، لا يمكن الحديث عن حزب أغلبية. حزب حركة النهضة إخواني الجذور هو الحزب الأول في عدد المقاعد، لكنه ليس حزبا للأغلبية، له من 52 إلى 54 مقعدا من برلمان مكون من 219 مقعدا، لا يوجد حزب أغلبية في تونس. ولذلك سوف يتكرر الاضطراب في المشهد السياسي. في الفترة الأخيرة نشأ تحالف المشيشي مع الغنوشي مع قلب تونس اللي هو حزب الفساد، وهذا أمر تقليدي جدا، يعني تحالف الإخوان والفساد واحد من علامات التطور السياسي العربي في السنوات الأخيرة ضد قيس سعيد. طبعا نضرب صفحا عن الجدال المشتعل حول فكرة التسميم أو خطاب التسميم أو إلى آخره، لكن المؤكد أن الصدام سوف يتزايد مؤسسيا بين الرئيس من جهة وبين الغنوشي من جهة أخرى، وأنه واضح جدا الانحيازات. الجبهة الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب الناصرية منحازة للرئيس قيس سعيد، أطراف أخرى منحازة للرئيس قيس سعيد على خلفية وضع محتقن من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية وتراجع فرص التشغيل، بما يعني زيادة معدلات البطالة في اقتصاد ريع الطابع معتمد أساسا على السياحة، ولا توجد سياحة مع جائحة كورونا. فهذا يبرز أيضا ما أؤكد عليه دائما، أنه جوهر التخلف هو أنه لا توجد اقتصادات إنتاجية صناعية وزراعية واسعة النطاق وواسعة التأثير، وأنه الاعتماد على الاقتصاد الريعي أقرب طريق إلى جهنم. تونس كما قلت وكما تذكرين في الأسبوع الماضي، السبت الأسبوع الماضي قلت أنني أتصور وأتوقع مزيدا من الاضطرابات في الشارع، وقد جرت حتى اليوم. الأمر في تونس الآن وصل لنقطة الخطر. السؤال الكبير المعلق في سماء تونس، من سينتصر في هذه المواجهة؟ هل سينتصر الشعب الذي يحظى في قيس سعيد البعيد عن السياسة ذو اليد النظيفة؟ هل سيستطيع هزيمة حركة النهضة التي في دار حزب سياسي وفي باطنها تنظيم مسلح، خاصة بعد هذا النحو وهذا التطور الانقلابي؟ الطابع لم يعودوا يتبادلون الهدايا ولا الباقات الزهور الآن في المشهد التونسي، لم يعودوا يخفون العداء والصدام الذي أعتقد أنه سيتطور في الأسابيع والشهور
المقبلة. حافظ الله تونس. تونس دلوقتي بتعيد السنة، قلت بتعيد الدرس قبل كده، بتعيد السنة زي طالب كده سقط فبيعيد السنة. تونس بعد 10 سنوات بتعيد السنة، بتعيد الثورة، بتتجمع فيها غيوم ومظاهر غضب اجتماعي وسياسي ذاهب إلى صدام أكيد مع حركة النهضة التي تميل إلى إخفاء جذورها الإخوانية رغم أنها ظاهرة جدا، وتميل إلى إخفاء طابعها الإرهابي من وراء ستار كثيف من الأكاذيب عن إسلامها الأوروبي أو عن تطورها. أو ليست القضية قضية التحديث في تونس الآن وحقوق النساء، القضية الآن هي حقوق الشعب، هي حق تونس في أن تكمل ثورتها ببناء اقتصاد إنتاجي الطابع لن تكون له فرصة إلا بالاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي في ظني لن يتحقق في تونس كما يرغب الغنوش في تحويل النظام كله إلى نظام برلماني، إنما أرى أن التحول إلى النظام الرئاسي عموما في أي ديمقراطية عربية ناشئة هو الأضمن لوحدة البلد والاستقرار الوضع بعد تأمينه وللتقدم بخطى واضحة، لأن تونس الآن في حالة تيه وبتعيد السنة زي ما قلت. طيب كيف ترى الوقفة التضامنية للمواطنين صباح اليوم أستاذ عبد الحليم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمام منزله؟ قابلة للتطور، لأنه لو حتى يعني أخذنا الأمر من جانبه الإجرائي المباشر، الرئيس قيس سعيد لا يريد أن يؤدي وزراء التحوير الوزاري كما يقولون في تونس الذي أقدم عليه المشيشي وأخرج بعض الوزراء القريبين من قيس سعيد وأحل محلهم آخرين. هؤلاء الآخرين بينهم أسماء، 4 أسماء على الأقل كما قال الرئيس قيس سعيد مشكوك في أمرها من زاوية تهم الفساد أو تضارب المصالح. هو يصر إلى الآن على ألا يؤدوا اليمين الدستورية أمامه، وطبعا أداء اليمين الدستورية إجراء يعني لا يتعلق بشرعية هؤلاء الوزراء من زاوية الدستور، لكنه ببساطة يعني نوع من إعلان الحرب ووصول الصدمات في الكواليس إلى نقطة احتدام. طبعا قيس سعيد يبدو في خطر لأنه هو يحظى بأغلبية بشعبية واسعة جدا لكن ليس له حزب، ربما كتلة الجبهة الديمقراطية هي الأقرب إليه. من المعروف أيضا أن هناك دوائر أخرى في تونس تتحرك ضد حركة النهضة أو ضد الإخوان كالحزب الدستوري الحر وعبير موسي وإلى آخره، لكن هؤلاء لهم منهج مختلف إذ أنهم أقرب إلى نظام بن علي الذي قامت عليه الثورة. لكن نقطة الاتفاق في تونس الآن التي تتسع دوائرها هو أنه لابد من مراجعة الدستور بالتحول إلى نظام رئاسي، 2 الخلاص من النفوذ حركة النهضة التي ظلت تحكم بالذات أو بالواسطة عبر 10 سنوات مضت منذ ثورة 14 جانفي 2011 ووصلت الآن إلى فشل عظيم جدا وإلى المساهمة في انكشاف تونس. بعض الأطراف تساهم في انكشاف تونس إزاء النفوذ الفرنكوفوني النفوذ الفرنسي، وحركة النهضة تساهم في انكشاف تونس إزاء النفوذ التركي كعادة إخوان هذا الزمان. طيب خلينا ننتقل للبنان، شايف بقى إزاي انفجار الأوضاع في لبنان بعد أعمال العنف اللي شهدتها طرابلس مؤخرا؟ يعني لبنان تعرف على الشواطئ كده يقولك ده عدى البراميل يعني للأسف لبنان عدى المنطقة يعني الآمنة يعني لما بيقولوا المنطقة الآمنة كل حواجز المنطقة الآمنة عبرها لبنان للأسف. لبنان هذا الصغير الجميل يعاني معضلة متراكمة. كلام طبعا عن الحكومة أصبح في القلورا، يصر السيد عون رئيس الجمهورية على أن يعيق تشكيل حكومة سعد الحريري، في نفس الوقت لبنان بلد منكشف من الأصل على اختراقات من كافة مخابرات الدنيا، وتحدث فيه مآسي لا تنقطع، آخرها ما جرى في طرابلس. طرابلس هذه المدينة الشمالية السنية في غالبها هي أفقر
يعني مدن لبنان وأفخر مناطق لبنان، وهي مرتع أيضا لجماعات الإرهاب المهاجرة أو القادمة، وفيها وضع متفجر استغله يعني على السطح. لا رئيس الجمهورية عجبه ما جرى في طرابلس، ولا رئيس الوزراء المرشح سعد الحريري يعجبه ما جرى في طرابلس، ولا وزير ولا رئيس الوزراء القائم بحكومة تصريف أعمال حسان دياب يعجبه ما جرى في طرابلس. حق للمراقب أن يسأل هو فين، مين عفاريت لبنان، من الذي يتحرك على الساحة اللبنانية فيشعلها حيث أراد. تقديري أن الساحة اللبنانية رغم هشاشتها ورغم صغر حجم لبنان، هو بلد هام جدا. دعوت وأدعو وأكرر ولا أمل أن العرب يتخلصوا، العرب أن العرب القادرين يتخلصوا يعني من أوهامهم ومكايداتهم، لأنه رؤية إسرائيل واضحة في لبنان ورؤية أمريكا من وراءها أننا نريد إفناء حزب الله لكي نمد يد العون في لبنان. تمام. هل يليق بالعرب أن يتخذوا نفس الموقف؟ تقديري أنه لا يليق. مصر في الفترة الأخيرة الحقيقة هي البلد العربي الوحيد الذي يمد يد العون لبنان. نحن نعرف أن في 3 طائرات عسكرية وغيرها بمعونات طبية، ونعرف أنه في مستشفى ميداني مصري في لبنان، ومصر تدفع في اتجاه تكثيف اهتمام الدول العربية بإنقاذ لبنان بعد أن وصلت المبادرة الفرنسية إلى فشل أكيد. صحيح أن الرئيس ماكرون يتحدث عن زيارة قريبة للبنان، لكنه هو الآخر يعني يضع شروطا، وهو يعول فقط على بعض التفاهم التي يمكن أن يجريه مع إدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بصدد لبنان. ربما تكون رئاسة جو بايدن أكثر ليونة من إدارة ترامب، وتتخلى عن فكرة فرض العقوبات ووضع الألغام والعراقيل في طريق المبادرة الفرنسية. بقى أن أذكر أن المبادرة الشهيرة بالمبادرة الفرنسية هي في حقتها مبادرة فرنسية مصرية، ورئيس السيسي أكد أنه لا يليق أن نترك لبنان إلى مصير يشبه الجحيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا، وأشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة. إلى اللقاء، وبشكر حضراتكم كمان، شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة في المواجهة. تصبحوا على خير.